يستعد سكان قطاع غزة للمشاركة في الجمعة 57 من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت شعار الجولان عربية سورية، تحديا للقرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان السورية. ومن غزة تنضم إلينا مراسلة الغد نيفين سليم. نيفين، حوالي ساعة من الآن انطلاق المسيرات هنا، كيف يبدو المشهد في هذه اللحظة؟ نعم، يعني نحن هنا نتواجد على الحدود الشرقية لمدينة غزة. حتى اللحظة الحدود فارغة من المتظاهرين. بعد ساعة من الآن سيبدأ توافد الفلسطينيين إلى 5 مناطق رئيسية على الحدود الشرقية لإحياء فعاليات الجمعة 57 لمسيرات العودة، والتي جاءت تحت عنوان الجولان عربية سورية، للتأكيد على أن الفلسطينيين يرفضون اليوم القرار الأمريكي الأخير بفرض السيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، وللتأكيد أن الفلسطينيين أيضا اليوم يقفون من خلال مسيرات العودة كسد منيع أمام صفقة القرن، والتي تعتبر أحد أهم ركائزها هذا القرار الأمريكي كما قالت الفصائل الفلسطينية. وهذه الجمعة ربما تكون أيضا جمعة اختبار جديدة للتطورات الأمنية هنا على الحدود الشرقية، خاصة أن هذه الجمعة تأتي بعد يوم واحد من التصعيد وقصف إسرائيل لأحد المواقع العسكرية التابعة لحركة حماس وإطلاق صاروخين من القطاع نحو المستوطنات المحاذية. وأمام هذه التطورات الأمنية استدعت مصر وفدين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي للحديث في تفاهمات التهدئة الأخيرة التي تنصل فعليا الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذها على الأرض، وتراجع عن أحد تلك التفاهمات والتي عمل على تطبيقها خلال مدة قصيرة، وهي توسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلا بحريا. منذ عدة أيام تراجع عن ذلك إلى 6 أميال بحرية، والفصائل أمام ذلك هددت بإعادة استخدام الأدوات الخشنة لمسيرات العودة هنا على الحدود، والمتمثلة بإطلاق البالونات الحارقة نحو المستوطنات المحاذية لغزة وإشعال الإطارات. وهناك أيضا تهديد بإعادة المسير البحري الذي يقام عادة منتصف الأسبوع في الشمال الغربي لقطاع غزة. ربما بعد ساعة سنرى هل فعليا هنا على الحدود سيتم إعادة هذه الأدوات الخشنة التي لاحظنا اختفائها خلال أسابيع ماضية هنا على الحدود بفعل التفاهمات الأخيرة. هل ستعيد اليوم الفصائل استخدامها للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة أو وضع تفاهمات التهدئة الأخيرة موضع التنفيذ، أم ستبقى هذه الحدود هادئة بعد توجه وفدين من حركة حماس والجهاد الإسلامي إلى مصر في محاولة من قبل المخابرات المصرية لضبط الأمور وعدم انجرارها إلى تصعيد موسع وعدم انجرار الأمور إلى انفجار قادم؟ معك خلال انطلاق هذه المظاهرات، نشكرك مراسلة الغد نيفين سليم، كنت معنا من غزة.